وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا في أوراق عم توزع في الطرقات، منها تبعت اللي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وغيره وغيره. شيخ أحمد. بعض من جملة صار عنا ورقة جديدة هسه طلعت لأول مرة بشوفها. بس الناس تعاملوا فيها. هذا كاتبها يعني زي ما نقول على شكل الرحلات تبعت الطيارات. ومحولها إلى نواحي شرعية. بيقول يعني اللي بيطبعها ويؤجر عليها ومشان توزيع للخير وكذا. شو كاتب؟ كاتب بطاقة شخصية يعني هويتك. كاتب الاسم الإنسان ابن آدم. ما شاء الله. الجنسية من تراب. العنوان كوكب الأرض. ما شاء الله. بعدين منتقل إلى مربع آخر يقول بيانات للرحلة. والرحلة السعيدة. يقول محطة المغادرة الحياة الدنيا. محطة الوصول الدار الآخرة. موعد الإقلاع وما تدري يسلم ماذا تكسب غدا وما تدري يسلم بأي أرض تموت. موعد الحضور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من سعيد. كاتب في الوسط بخط عريض رحلة سعيدة ومبلش يقول حاطط خط وكاتب 1 2 3 4 كاتب العفش المسموح به ميزان من قماش أبيض وخيوط. 2 العمل الصالح. 3 الولد الصالح يدعو له. 4 علم ينتفع به. 5 ما سوى ذلك لا يصلح بالاستحاضة، يعني الاستحاضة في هذه الرحلة. بيقول شروط الرحلة السعيدة: على حضرات المسافرين الكرام اتباع التعليمات الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا طاعة الله ومحبته وخشيته، التذكرة الدائمة للموت، الانتباه الى انه ليس في الاخره الا جنه او نار، بر الوالدين، ان يكون ماكله ومشرب، ان يكون ماكلك ومشربك وملبسك من حلال. لمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بالكتاب والسنه وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ملاحظه: الاتصال مباشر وحالا، لا داعي لتاكيد الحديث. الوزن الزائد أعمال صالحة مسموح به. هي ظاهر كشكية. بس غير على الطريقة يا شيخنا. يعني هذا ما خذه ونقطة خرعة هذا مرتبة أخرى. لا ليه هذي ما في شيء منكر يعني. لا مرحوم لا يعني. لأنه أكثر من الأفراد اللي تلقى إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة وكذا ما يجوز روايته. أما هذه بدعة جديدة. يعني عجيب شهنا لأنه كل شيء هذه الله يعني كل الحديث الصحيحة في البخاري ومسلم وغيره والآيات القرآنية والتفسير شرحة ما بخصوص هذا الواحد يكتب عن أذكار الصباح المساء كذا في نشرة ويوزعها من حيث حياته التخليص من النار والتخليص الجني وبالتجوء إلى أشياء كثيرة وبعض الأشياء يعني لا حديث موضوع مثل الصلاة والتجويد من الصلاة وكلها أحاديث كنا قرأناها للشيخ. تعرف الصلاة ملعون وجاره ملعون واللي بياكل معه ملعون وما ايش الله أكبر جعلوا الناس كلهم ملاهج. هذول هي ما بيلاموا يا أبو عبد الله لأنه عايشين في جو ما بقول علماني لا علمي. شايف لون هالمشايخ وهالوعاظ والدكاترة دكاترة آخر الزمان ما عم يثقفوا ولا عم يوعوا الأمة هي تعرف شو دينه. يعني هلا كلمتين ما يمكن يكون مسلم إلا بهما: الكتاب والسنة. ما تسمعون على أذن الناس الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله، إلا قال الشيخ، قال فلان إلى آخره. فضلا أن تسمع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة وفي وإلى منين بده يفهموا دون الناس اللي هو مجرد ما عثروا على حديث
وأعجبهم المعنى. وشو اللي بيعجب العامة عادة هي أحاديث الترغيب والترهيب، كل ما كان في شيء في ترغيب مبالغة في الترغيب وده خوش حديث، والعكس بالعكس في ترهيب شديد هذا بلاقوا يستحق النشر. من هذا الجهل من الإسلام ينطلقوا وبنشوا هذه الأحاديث، لأنه اتصور الآن في المجتمع الأول البضاعة ما بتروج لأنه في وعي صحيح كما أذكر أنا بمناسبة العقيدة، وأن الله عز وجل من صفته أنه على العرش استوى. كيف ابن جاري راعي غنم يسأل الرسول عليه السلام أين الله فتقول في السماء؟ سأل اليوم الدكاترة والمشايخ والمفتي وأنت نايم بيقول لك الله في كل مكان. شو السبب؟ السبب أنه لي جارية كما يقولون اليوم بالتعبير العصري تخرجت من مدرسة محمد عليه السلام. أما هدول العلماء يعني من المفتي وجار تخرجوا من مدرسة علم الكلام، فلا غرابة حينئذ أنه تنشأ نشرات غير هاي طبعا، لأن هاي ما فيها شيء إلا تذكير بما هو مجمع عليه عند المسلمين جميعا. لكن هذه النشرات ممتلئة يعني بالأحاديث الضعيفة الموضوع، ما يلامون، يلامون المواجهون هؤلاء اللي ما بوعوى الشعب هاد أنه ما يجوا ينقلوا حديث إلا ما يثبت من صحته. لكن المشكلة ستعود بصورة أخرى، لم يبدوا يسألوا حتى يعرفوا صحته، ما في مين يسألوا، هذه مشكلة. هون مكتوب كاستدراك ليبتعد منها الآخرين، فهون في خطأ، بدها تكون يتعظ بها بدل منها، والآخرين آخرون. هاي من عند أبو أحمد؟ لا هذا سعر الله، أبو أحمد عنده جلبيه وشربات.